الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله إنما كنتم في أرض الله أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، جاء رجل إلى أحد الصالحين من العلماء من سلفنا الصالح وقال له: يا إمام، كلما أردت أن أتوب عدت إلى الذنوب مرة أخرى. فقال له أمورا خمسة: إن أردت أن تعصي الله فعصه في مكان لا يراك فيه، وإن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله، وإذا أردت أن تعصي الله فعصه في ملك غير ملكه، أما الأمر الرابع إن أردت أن تعصي الله وجاءك ملك الموت فقل له أخرني حتى أتوب، ثم الأمر الخامس إن أردت أن تعصي الله وحشرت بين يديه يوم القيامة وسألك عبدي لم عصيتني؟ قل يا ربي أنا لم أعصك. فقال التلميذ أو المريد: أكون كذابا في الدنيا وأكذب بين يدي الله يوم القيامة؟ وتاب إلى الله توبة خالصة نصوحة. لكن السؤال الذي يراود الجميع في هذه الأيام المباركة: كيف أتوب؟ يعني أعطونا آلية للتوبة. أولا، الأمر يحتاج إلى بداية إلى أمرين مهمين، يحتاج إلى أمرين مهمين. الأمر الأول تقوية جهاز المناعة الإيماني بمجالسة الصالحين، قراءة القرآن، المحافظة على العبادات، قيام الليل، صناعة الخير. ثم الأمر الثاني إبعاد نفسك عن المواطن التي تظن أن فيها معصية الله سبحانه وتعالى. الحسن البصري ترك جاريته خارج السوق ودخل، ولما خرج من السوق لم يجد الجارية، فسألها عندما وجدها يعني ذهبت، سبقته إلى البيت: لما لم تنتظريني وقد أمرتك؟ قالت: يا سيدي، تركتني في مكان لا يذكر أحد فيه رب العباد، فخشيت أن ينزل الله غضبه على الموجودين فأكون معهم والعياذ بالله رب العالمين. ما وجدت أحدا يذكر الله، إما الناس مشغولة بالبيع والشراء وما في ذكر لله، القلوب خاوية. نسأل الله أن يذكرنا به دائما. هذا البرنامج برعاية متحف الشارقة للحضارة الإسلامية. اكتشف أكثر. الصكوك الوطنية. في متاحفنا تتجلى روعة الحاضر وعراقة الماضي. متحف الشارقة للحضارة الإسلامية. اكتشف أكثر. صياما مقبولا وإفطارا شهيا. التبرع لهذا المستشفى، مستشفى سرطان الأطفال 57357، يكون من الزكاة ويكون من الوصايا ويكون من الخيرات وكذلك من الأوقاف. وبالتالي إذا كان أحد يستطيع أن يوقف مالا ومن ريع هذا المال ينفق على شراء هذه الأجهزة وتحديث هذه الغرفة، فلا شك أن هذا من الوسائل النافعة إن شاء الله لهذا المستشفى، وأن يوضع إذا أراد اسمه عليها أو أن يوضع فاعل خير على مثل هذه الغرف. فأقول إن الوقف الخيري جائز شرعا وكذلك مدر لهذا المستشفى وشراء هذه الأجهزة وهذه التقنية إن شاء الله. الصكوك الوطنية. قيل لن يكون العالم مسطحا، قيل بناء المدن يمتد عقودا من الزمن، قيل لن تنعم المدن يوما بسحر الريف، قيل لن تنبت الأشجار يوما في البحر. نحن نقول وماذا بعد؟ نخيل، حيث الرؤية تلهم البشرية. الصكوك الوطنية. هذا البرنامج برعاية متحف الشارقة للحضارة الإسلامية. اكتشف أكثر. الصكوك الوطنية. لكن السؤال: كيف أتوب؟ أول شيء
يعني في امرين، في مجلس يذكرك بالله، وفي مجلس والعياذ بالله ينسيك رب العباد عز وجل. فاول شيء اذا اراد الله بعبده خيرا يسر له الاسباب التي تأخذ بيده الى ايه، الى سبل الخير. طيب ايه بعض هذه الاسباب؟ اولا رقم واحد اننا ارى وانظر، اكون اولا صادق النية في التوبة، اصدق النية واخلص النية في التوبة، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقني استمرار هذا الاخلاص، وبعدين اقول ان سبحان الله الذنوب دي لو بقيت لاهلكتني، واشعر ان الذنب هذا انما هو سم لو واظب عليه سوف ياكل حسناتي ويضيع حياتي وانتهي على شر والعياذ بالله رب العالمين، ثم اخاف سوء الخاتمه. ليه؟ لان العبد لو لم يستودع على قلبه الاخلاص تتولاه الشياطين. القلب ده زي الزجاجه، اما تملاها الماء يملاها الماء او يملاها الهواء. القلب اما يملاه ذكر الله والخوف من الله والرجاء في الله عز وجل، او يملاه امر ايه، امر اخر. ولذلك يعني سيدنا يوسف عليه وعلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. لماذا؟ لان العبد لما يخلص امره لله ربنا يصرف عنك السوء. لماذا؟ من دلائل قبول التوبة انك تجد ان ابواب الطاعات تفتح امامك وانت لم تسر نحوها، وابواب المعاصي تغلق في وجهك حتى وان سرت نحوها. الامر الثاني من كيفية التوبة، اجلس مع نفسي كل يوم قبل ان انام احاسب نفسي، اعمل محاسبة زي اللي بيعملوا محاسبة الشركات، محاسبة المؤسسات، ايه الارباح، ايه الخسائر، ايه الاعمال الطيبة اللي عملتها اليوم، ايه الاعمال التي سوف احاسب عليها بالسوء. اذا هذه منزلة الايه، المحاسبة. ثم طوال اليوم انت عندك ايه، مراقبة، وتراقب نفسك، تراقب عينك، ولي عين اتق الله، انت بتبص على محارم الناس، والناس تنظر على ايه، على محارم، على محارمك. عفوا تعفوا نسائكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم من يزني في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، من يزني يزنى به ولو بجداره، ان كنت يا هذا لبيبا فافهمي. انت تنظر الى 100 واحدة في الطريق، شوف لما 100 واحدة لها 100 ولي ينظرون ايضا الى محارمك، فماذا اخذت انت منهم وماذا ابقوا لكهم. فاتق الله رب العباد. ثم عاتب نفسك، لو عدت الى الذنوب ابتدي في المعاتبة، يعني بعد المحاسبة بعد المراقبة فيه الايه، المعاتبة. تقول يا نفس توبي، يا نفس توبي، فان الموت قد حان، وعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه، نحيي بمصرعه اثار موتانا. اذا العبد سبحان الله ينتظر ايه، ينتظر ان ربنا يمن عليه بالتوبة، وينتظر ان قد يعني قد ينام النومة فلا يقوم منها، فماذا قدم لنفسه في هذا الموقف الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، وليعلم ان المعاصي تمحق البركة من العمر ومن الرزق ومن الزوجة ومن الاولاد، وتضيق صدرك ولا تكسب ابدا. ثم اعزل نفسك عن كل مواطن الشبهات والمعاصي، والتصق مع الصالحين، ان كلبا يعني سار مع الصالحين فذكر في كتاب الله عز وجل، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، وابو لهب والعياذ بالله وعبد المطلب ساروا مع سفلة القوم فختم لهم بالسوء. نسأل الله ان يختم لنا ولكم بالصالحات، وان يتوب علينا وعليكم من رفقاء السوء ومجالس السوء، ان ربي على ما شاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.